كيف تحول السكن العشوائي في العراق إلى ظاهرة سكنية مستفحلة عجزت الحكومات المتعاقبة عن معالجتها؟ وكيف ساهم الفساد السياسي والحكومي في تمدد وانتشار التجمعات السكنية العشوائية في محافظات العراق؟ وما هي المظاهر السلبية الاجتماعية والحضارية لهذه العشوائيات ولساكنيها من الفقراء؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة من برنامج طاولة حوار.